هذه التهريج والاتهام للآخرين غير صحيح. أنا لم أقل أن عليا غير واجب الاتباع مثله مثل باقي الصحابة. نحن قلنا علي بن أبي طالب اتباع وأخذ الأحاديث منه ما تحتاج إلى دليل، مثله مثل الصحابة يجب علينا أن نأخذ، لأنه إنسان صادق صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. نحن هل قلنا أم أحمد الإمام الذي قال لو كان علي غير واجب الاتباع ما قبل منه؟ هو هذا كلامك أنت، ليش ترد علي؟ هذا كلامك أنت، هذا مذهبك، هذه عقيدتك. هل نحن قلنا أخبار الآحاد لا تؤخذ؟ هم الذين قالوا أخبار الآحاد في العقائد لا تؤخذ، وهو قال الآن سينقل من المسودة وأنتم خلاف مذهبنا ومذهبنا خلاف مذهبكم وما إلى ذلك. من الذي قال هذا؟ هو الذي أسس أن علي بن أبي طالب إذا لم يدل دليل على وجوب اتباعه لا يجب اتباعه. فلماذا تقلب التهمة علي؟ هل هذا سينجيك من الورطة التي أنت فيها؟ هل هذا سيخرجك من الأزمة التي أنت فيها؟ إذا السؤال هو لا يزال قائما، السؤال هو الآن سؤال محدد، أدلة وجوب اتباع أهل البيت يا أحمد الإمامي، هل ثبتت بطريق أهل البيت أو بطريق غير أهل البيت؟ يلا سؤال، تفضل تفضل. شو كمان؟ في وقت؟ لا مو في وقتك الآن، لأن في وقتك كذبت علي، في وقتك أنا لما حولته علي كذب علي واتهمني ولا حرف كلامي. الناس بعد كذبت عليك شنو؟ إيه أنت قلت أنا قلت علي ليس واجب الاتباع حتى لا يضيع. هل قلت أنا علي ليس واجب الاتباع بعينه بمعنى أنه كلامه مثل كلام رسول الله ومثل القرآن؟ لا، ما أحد قال هذا الكلام. نحن يجب أن ما نقله علي بن أبي طالب عن رسول الله يجب أن نقبله، نتبعه في هذا النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سؤال الآن، هل أدلة اسمع وقتي لا يضيع وقتي. تأخذ ما قالته الزهراء؟ اسمع حبيبي. كيش؟ تأخذ ما قالته الزهراء وعلي؟ بماذا؟ ما قالته الزهراء وعلي؟ بماذا؟ أنت تأخذ؟ إيه نأخذ منهم الأحاديث نعم. طيب لماذا لم يقبلوا فاطمة الزهراء عندما ذهبت تطالب بفدك؟ أخطأت لأن النبي أخطأ. المقارنة اسمع، المقارنة بين كلام النبي، لا يمكن أن نترك كلام النبي لكلام فاطمة، كلام النبي أولى. فاطمة رضي الله أبو بكر نقل عن النبي، فالآن المقارنة ليست بين أبي بكر وبين فاطمة، بين النبي وبين فاطمة، فالنبي أولى بالاتباع من فاطمة رضي الله عنها. يقول عندما سألت قلت له لا، قال لا 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 نأخذ كلام علي وفاطمة. يقول أخطأت فاطمة التي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بضع مني، التي القرآن يقول أنها لم تكذب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يقول قال الرسول، وهل يعني جار الآن يعرف أحكامي ويعرف أوضاعي وأنا قاعد في البيت أو بنتي أو ابني ما يعرفون؟ اللهم صل على محمد. هل من جايبها هاي؟ يعني الآن نقلوا حديثا، لا النبي ما قال هذا الحديث. أنت مو تقول نعرض الحديث على القرآن، يلا نعرض على القرآن. شوف الأنبياء يورثون لو ما يورثون. إذا شفتوا إخواني، شفتوا أحبتي، عندما قال شوفوا كيف انزنق الآن، قال نتبع علي وفاطمة، نعم نتبع، قال أخطأت. ليش؟ لأن خالفت، لا ما خالفتنا، بل خالفت أبو بكر، لم تخالف رسول الله. حاشا للزهراء، بضعته أم أبيها أنت، لأن نص القرآن يقول أنها لا تكذب. نص القرآن نجعل لعنة الله على الكاذبين، الله احتج بها وأنت تقول أخطأت. طبعا أخواني هذا الكلام الشيخ خالد أنا ما أستغربه، لأن قاله قبله ابن باز والعثيمين يدعون الله أن يغفر لفاطمة الزهراء. أما قوله لحظة خلاص وقف، خلاص انتهي، ما في جواب. أما قوله لما قلت عن فاطمة أنها تخطئ، قال أنك تقول أن فاطمة كاذبة والله يقول، فثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سؤال يا أحمد الإمامي، هل من يخطئ يكون كاذبا؟ كيف؟ هل من يخطئ يكون كاذبا؟ لا، هو كلامها خلاص. إذا ليش تركب أنت قضايا معينة وتركب آيات قرآنية وتتهم خالد الوصابي بذلك؟ هذا علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة يقول إني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، هل هو كاذب؟ وهذا علي السجاد عندكم، علي بن الحسين، يقول إن تعذب فأنا الظالم. هذا شخص معصوم يقول هو ظالم. إذن هل يترتب على ذلك أن أحمد الإمام كاذب لأنه شخص يخطئ غير معصوم؟
لماذا أنت ركبت الآية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لما قلت أن فاطمة أخطأت؟ ما علاقة الشخص لما يخطئ بالآية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين؟ أترى أنك تستدل بآيات قرآنية في غير محلها؟ أما ترى أنك توظف القرآن لصالحك وفي غير محله؟ هذا إذا كنا في أمر واضح، كيف في استدلال على وجوب اتباع عن البيت؟ تفضل يا شيخ إمامي، وقتك دلوقتي. علاقة الشخص الذي يخطئ بالآية التي استدللت بها. سؤال جميل والله العظيم، سؤال جميل، أول مرة تسأل سؤال منطقي والله العظيم جميل. إحنا تكلمنا بطريقة الزهراء، تكلمنا على السيدة الزهراء، أنت قلت أخطأت. لماذا؟ لأنها هو شنو القضية؟ ذهبت تطالب بفدك، انتبهوا. فقال هم يقولون أنها قالت أريد هذه الفدك، فقولها شنو كان؟ شنو قال الشيخ خالد؟ قالت خالفت حديث النبي. عندما خالفت حديث النبي هذا هي تكلمت بكلام أو أومأت بإيماء بكلام، أريد فدك، أريد حقي. هذا الكلام التي أخطأت به صدقت أم كذبت؟ يعني الخبر التي أتت هي بها به عفوا، كانت صادقة في هذا الخبر أم كذبت؟ إذا قلت صادقة كذبت الخليفة الأول، فتكون أنت نعم مع القرآن، لأن القرآن يقول لا تكذب، القرآن يقول لا تكذب. إذا قلت كذبت خالفت القرآن، لأن القرآن يقول لا تكذب. إذا قلت أبو بكر صدق، وهكذا. المهم أنت حل هذه القضية أنت، لأن هي كانت تذهب بكلامها، يعني قالت هذه الأرض لي، هذا أنا أطالب بحقي، أترث أباك ولا أرث أبي، وهكذا. فإذا قالوا أنها أخطأت بهذا الفعل باعتبار أنها كذبت وحاشاها، فبالتالي أنا ما قلت عليك أنه وظفت الآيات القرآنية في غير محلها. الكلام واضح، هي ما ذهبت وأومأت إيماء، إنما ذهبت تطالب بفدك، كلام معلن وواضح وصريح، هذا الجواب. إذن لا، أنا ما وظفت الآيات في غير محلها. طيب، قال نقل السنة. شخي بالنسبة أحمد الإمامي لما قال يعني إنما ذهبت إلى عند أبي بكر، هذا الرجل لا يفرق بين الخطأ وبين الكذب. لما أنا أفعل شيئا أخطئ فيه، أظن خطأ أن لي ميراثا وليس لي ميراث، هل أنا قلت أخطأت أم قلت كذبت؟ أقلت أخطأت، لأن عندنا واسطة بين الصدق وبين الكذب، وهو الخطأ، وهو الخطأ. لأننا لما فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى علي بن أبي طالب تعترض عليه وتنتقده، لماذا لم يقم يدافع معها في استخراج حقها من أبي بكر؟ وقالت له لقد اشتملت شيمة الجنين وقعدت حجرة الضنين، ثم بين لها علي بن أبي طالب إن عنده وصية. هل كانت، سؤال أحمد الإمامي، هل كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تعلم أن النبي أوصى عليا أو لا تعلم؟ تعلم. تعلم، ولماذا اعترضت عليه؟ هل أخطأت في اعتراضها؟ حبايب فيما بينهم. أي حبايب، ما شاء الله. يعني تقول له هل كانت تأمر بمخالفة وصية النبي؟ لا أبدا. لا طيب، ولماذا تعترض عليه؟ لماذا تعترض عليه وعنده وصية من رسول الله؟ ما تعترض، عتاب أحبه. إيه، هل كانت تريد منه أن يدافع معها؟ هو دافع معها. إيه، هل كان، ولماذا اعترضت عليه وقالت له قعدت حجرة الضنين واشتملت شيمة الجنين، ثم قالت له ألفاظا أنك لم تغني طائلا، يعني أنت ما نفعتني بشيء، يعني هذا معنى كلامها، مفهوم كلامها. يعني ليش هي تعترض عليه أنه ما قام، ومع أن علي يعترض عليها بلطف ويقول لها أنا عندي وصية من رسول الله؟ هل فاطمة كانت تجهل الوصية؟ إن قلت كانت تجهل الوصية، فلماذا لا يعلمها النبي أمرا يخصها وفي شأنها وفي فدك نفسها؟ هذا الكلام ما ينفع.